انت وصلت لمركز سوا خط حماية الطفل والمرأة. كيف بقدر اساعدك؟ سوا الو، وصلتم لخط حماية الطفل الفلسطيني 1-2-1. استخدام التكنولوجيا بعملنا هو ناتج عن يعني عن تجربة احنا خضناها أثناء الحرب على غزة، في كيف احنا ممكن نستخدم نطوع التكنولوجيا بتقديم الخدمة الاجتماعية للمجتمع. ونتيجة الصعوبات اللي حصلت معنا اضطرينا ندخل كل التكنولوجيات اللي بتأهلنا للوصول لكل مواطن في مناطق تواجده. احنا بالاساس بنركز عملنا مع الفئات المهمشه تعتبر بداخل المجتمع، واللي هي فئه النساء والاطفال، وبالتالي هذه فئه اللي كثير بحاجه لمسانده ولدعم لتخطي كثير من الصعوبات اللي ممكن انها تواجهها بالحياه. اليوم عندنا المركز بيستخدم أحدث تقنيات التكنولوجيا باستقبال الاتصالات، توثيق هذه الاتصالات والحالات، تقديم الخدمات للمجتمع إذا كان عن طريق الهاتف اللي هو يدار أو يشغل عن طريق التقنيات الحديثة أو عن طريق الإنترنت. بنحاول إن نوصل للشباب بوسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة اللي هم بلشوا يستعملوها. سوالو خط حماية الطفل والمرأة. تفضل، كيف بدي اساعدك؟ هذه الوسائل اللي تستخدم كاعتداء عليهم، سواء كان بالهواتف الخلوية أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق غرف الدردشة، احنا بنستخدم كل وسائل هاي الاتصال لحمايتهم وللتواصل معهم.